مساء الخير، هل انتهت الكورونا بالسويد؟ هانطلق من ارقام اليوم 20 اكتوبر 2021. سجلت السويد من امبارح لليوم 22 حالة وفاة في السويد و807 اصابات مؤكدة بفيروس الكورونا. بمدينة فيكهو تم ارسال 5 صفوف الى البيوت في الاعدادية بسبب إصابة أكثر من 25 طالب بفيروس الكورونا. بفاريستاد بجزيرة أيرلند تم إرسال أيضا الطلاب إلى البيوت وتحويل الدراسة عن بعد بسبب إصابة أكثر من 20 طفل بالفيروس الكورونا. بريجيون سيرملاند الأسبوع الثالث على التوالي ازدياد عدد إصابات الكورونا بشكل كبير، وأحد الأطباء المعنيين بشأن الأمراض العدوى وانتشار العدوى صرح أنه هالشي بسبب عودة الطلاب إلى المدارس وبسبب فتح المجتمع بهالطريقة اللي عملته الحكومة السويدية بشكل كلي. شو وضع الكورونا بأوروبا؟ بصراحة مبارح كان في رقم مخيف جدا بروسيا، بأعلى رقم وفيات من أول ما انطلقت الكورونا إلى الآن. تم تسجيل 1015 حالة وفاة وأكثر من 39 ألف إصابة في يوم واحد. بولندا كمان سجل الأمس أكثر من 5500 إصابة في يوم واحد، والحكومة قررت إعادة فرض إجراءات الكمامة مع الغرامات في حال تم المخالفة، خلاف بالسابق كان بس مجرد تحذير من الشرطة. بدعي أهلنا وأحبابنا لأخذ بأسباب الوقاية، الابتعاد عن التجمعات المغلقة، محافظة على المسافات، المحافظة على النظافة الشخصية وكل ما يتعلق بأجراءات الوقاية حتى لو الحكومة رفعت كل هالأجراءات. بالأمس كنت شفت شخص عمي صار زمان ما شايفه مد إيده ليصافحني، بصراحة ما تحرجت، عملت له كورونا هالسنين، قال لي ما في كورونا، وهو ما كان عارفان اني انا قبل شوي لما قبل ما اسلم عليك كنت راجع من عند شخص عم ودي له اغراض بسبب انه هو كان ما قدر يطلع من البيت بسبب اصابته بالكورونا. ديروا بالكم وبتمنى السلام للجميع.